والفنية والترفيهية، وكذلك ينظم بعض الدروس الخاصة بالتقوية لجميع المواد الدراسية، وذلك من خلال مركزه الصيفي الذي يهدف إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الطلبة وتوجيههم إلى ما يفيدهم. المركز والمؤسسات والوزارات اللي ساهمت معنا في قيام بهذا المركز، والمركز مثل ما ذكرنا يضم حوالي 350 طالب من مختلف الفئات أو المراحل الدراسية، ويقوم في التدريس مجموعة من الزملاء المدرسين ذوي الخبرة إلى جانب أخوة متطوعين معنا في التدريس لهم الطلاب المراحل النهائية في جامعة البحرين وغيرها من الجامعات، ونشكرهم على هذا الجهد وعلى أساس الاستفادة من خبرة زملائهم الموجودين معنا والتدريب على أساس مجالهم القادم إن شاء الله في الحياة العملية راح يكون مجال التدريس. فالكل تطوع واجتهد ويعمل من أجل نجاح لهذا المركز الصيفي الأول ليخدم أبناء المنطقة عامة، ونرجو من المناطق الأخرى المجاورة إلينا مثلا أو القريبة أن تحذو حذونا على أساس لم الطلاب خلال فترة العطلة الصيفية من أجل شغل وقت الفراغ فيما يفيد الطلاب